صورتي. كمان صورة؟ الله يا شادي. عشان أي حد يدخل الفيلا يعرف على طول إن أنا قصرك، وإنك الملكة المتوجة هنا وكلنا رعاياك. جمل، أنا فرحانة أوي. ده كتير كتير عليا أوي. هنبتدي أجمل ليالي عمرنا، وبكرة الصبح إن شاء الله هنطير على شرم الشيخ. شرم الشيخ؟ أيوة، هي دي المفاجأة بتاعتي وهدية جوازنا ليكي. مش فاهم. أنا أقول لك، شوفي بقى يا ستي، أولاً أنا عندي تكليف بتصميم وبناء قرية سياحية عالمية في شرم الشيخ. ثانياً اشترطت عليهم اللي تنفذ المشروع شركة الرضا. قرية سياحية كاملة من تصميمك وتنفيذي أنا؟ ده كتير قوي. وعلى أحدث طراز، والتصميم يعتبر جاهز ومنتهي خلاص، والمفاجأة كبيرة إنهم خلاص موافقين أنت تنفذي المشروع ده. يعني من بكرة إن شاء الله هنعاين أرض المشروع وإحنا بنقضي أجمل شهر عسل، ومين عارف يمكن نمضي العقد كمان. بس انا عمري ما بنيت قرى سياحيه قبل كده. يا حبيبتي انت اللي عملتي الاصعب، وما تخافيش انا هبقى جنبك خطوه بخطوه، وانا واثق ان يوم ما تقدمي المشروع ده وتخلصيه هتكتشفي انك بقيتي من اصحاب الملايين. انا كفايه عليا اكون مراتك يا حبيبتي. انا يهمني ان مراتي تبقى صاحبه اكبر شركه مقاولات في مصر كلها، علشان ولادنا يفتخروا بيكي قبل ما يفتخروا بيا، لانك ابقى لهم مني. المهم نبقى سوا ونبقى اقوياء مش ضعفاء، لان ضعيف في الزمان ده بيتداس وبيتفرم. يا للدرجه دي الظلم اللي شافه ابوكي ما اثر فيكي؟ مش أبويا بس، ده أبويا وأمي وأخويا وأنا، كلنا كنا فريسة القهر والظلم. أرجوك يا سام انسي الماضي بحلو ومره، وتعالي نبتدي مستقبلنا اللي بإذن الله هيكون كله عسل. الله يا شامل، قرية جميلة قوي. لا دي عادية قوي. أمال لو شفتي بقى القرية اللي أنا عملت تصميمها، حاجة تانية خالص، شيء خرافي.
معقولة؟ في أجمل من كده؟ حبيبتي أنا لما أفرجك بقى الماكتات والتصميمات هيحصل لك هبل عليها. طب ما تيجي نروح نشوفها على الطبيعة. والله ممكن بس يعني مش دلوقتي يعني بعدين نبقى نروح باللانش. لا لانش إيه؟ أنا بخاف. إحنا نروح بالعربية. أنا عايزة أحس بمشوار العمال ومعاناتهم. لا حول الله عليك، أنت كده هتخليني أغير من اهتمامك بالشغل وراح مطير المشروع من إيدي. ماشي، وأنا بقى هبقى طاير نوم من عينك. حرام عليك، أكتر من كده؟ ده أنا بيصعب عليا أنام وأنا شايف القمر كله نايم جنبي. وتخيل بقى لو القمر قعد لك ومفتح عينيه. هتكسف أغمض عيني. أنا بقى هفضل صاحية لك ليل ونهار لغاية ما تديني المشروع. أمري لله. حاضر يا حبيبتي، هفرجك الموقع والله. بس انت بتضحكينا والله، انت ناسي ان احنا في شهر العسل ولا ايه؟ يا روحي هسقيك عسل بقيت العمر كله، بس بلاش كسل، يلا بقى. هو في احلى من الكسل معاك؟ كده؟ طب والله لبطلك الكسل. صباح الخير يا بنات. صباح الخير يا امي. ريستو دخول نون تريبا. انت بتعمل ايه هنا؟ ده مكتبي ده. ايه اللي بيحصل في المكتب ده؟ مين ده اللي عندي؟ ثانية واحدة ايمن بيه، انا فاهمك كل حاجة. تفهموني ايه؟ اوعى كده. بتتكلم في ايه؟ لا مؤاخذة ايمن بيه، ده العضو المنتدب من الشركة الفرنسية لإدارة التوكيل هنا، ومعاه قرار من مجلس إدارة الشركة. كل حاجة هنا باسمي، هو اللي يطلع بقى ولا هوديكم في داهية. أنا اتصلت بالغرفة التجارية وهيوصل عضو من الغرفة يشرف على انتقال الإدارة لأنه صدر قرار بإلغاء تعيينك كمدير للفرع. في داهية بس ده محلي أنا، ياخدوا هدومهم ويشوفوا لهم محل تاني. يبقى سيادتك لازم تسدد للشركة $1,000,000 اللي كنت واخدهم من فاطمة هانم لحساب التوكيل، وإلا هم هيضحوا ويقبلوا منك المحل والشقة مقابل تصفية الحساب. مين اللي قال لك الكلام الفاضي ده؟ ست فاطمة بعتت لك الفاكس ده من باريس وموضحة فيه كل حاجة، وإن الشركة اختارت شقة سعادتك مقر لإقامة المدير الجديد. وريني كده. بس عليك يا فاطمة، طلعتيني بلوشي؟ احمد ربنا، لأنك لو بعتهم مش هيجيبوا $1,000,000، يعني كرموك على الآخر. هو في أكتر من كده كرم؟ بقول لك إيه؟ تعال انا عايزك في كلمه سر. امر ايمن بيه، عملت ايه في فلوس الايراد؟ حطيتهم في حسابي زي ما قلت لك؟ يا باشا الحسابات دي مسؤوليتي انا، مش معقول اديك الايراد واتسجن انا. انا مش فاهم، هي مش لغه حسابها؟ ما هو التصرف الصح ان اتصل بمقر الشركه واسالهم اعمل ايه، فقالوا لي خلي الفلوس لغايه المدير الجديد الفرنساوي ما يجي ويستلمهم. واستلمهم؟ طبعا، وتمت مراجعه كل الحسابات وطمنوا الامانتي والحمد لله. مبروك. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا اخي. لما اطلع الم هدومي قبل ما ياخدوها يا كمان. قلت ايه يا شاب؟ بقى عايزه تضيعي منا اللحظات الجميله دي عشان نشغل نفسنا بكلام في الشغل. نفسي اضمن مشروع في ايدي. يا روحي اطمني المشروع ده بتاعك، وسبق قلت لك الكلام ده قبل كده. طب ريح قلبي ونشوف الأرض. خلاص يا ستي، من بكرة الصبح هفرجك الأرض وهتصل بالمستثمرين يجوا يناقشوا المشروع وهخليك تمضي العقد كمان. ارتحتي؟ من غير موازنة التكاليف؟ ده عقد ابتدائي لغاية ما تخلصي حساباتك وانت مطمنة. أنا بقولك المشروع ده كله مكسب. ربنا يسهل يا شامل. يا رب يا رب. مفيش فايدة فيكي، الشغل واكل من عقلك حتة. احلف لك بايه اننا في شهر العسل والمفروض اننا في اجازه يا سهام؟ يا حبيبي العمر قدامنا وهنعيش ايام عسل كتير كتير كتير. بس في حاجه واحده انا قلقان قوي. قول يا روحي. طب لما يحصل باذن الله باذن الله حمل، هتحافظي عليه ازاي وانت في هبه الشغل دي كلها؟ المشروع ده عشان يخلص عايزه سنين طويله قوي. يا حبيبي انا دوري بينتهي بمجرد ما امضي عقود التنفيذ مع مهندس التنفيذ، والحكايه بعد كده اشراف، يعني ممكن اعملها لو كان في نونو صغير في بطني، وحتى بقى بعد الولاده هبقى اشيله على كتفي احطه في الميه يعوم وانا بشرف على القريه. يعني اطمن اطمن خالص. بس يتولد
وانا اجيب له بدل الداد 20. ما تقلقش يا حبيبي، كله مقدر ومكتوب. لو تعرفي قد ايه انا مشتاق يا سام، سنين طويله مع عبير كلها محاولات لغايه ما تهدينا. يا حبيبي انا كل تحليلي قالت اني كويسه، يعني مفيش حاجه تقلقك يا شامل. يا سهام انا دخلت على الخمسين واللي زي ولادهم في الجامعه، وانا لغايه دلوقتي لسه ما خلفتش مع اني سليم. هم خلاص خلصوا دورهم، لكن الحلاوه بقى انك في الخمسين ولسه بتبتدي دورك، يعني هتعيش حياتك من جديد وبامل جديد. بس اديني الامل ده وشوفي انا هعيش لك ازاي وعيش له هو ازاي. ان شاء الله. طلعتني بهدومي بالعافيه، لولا ان اتصلت بيها بالتليفون وتحايلت عليها كنت طلعت مديون بربع مليون دولار. شفتي اخرتها الهام؟ شفتي؟ وطبعا جيت لي بخيبه الامل راكبه جنبي. انا مش ناقص تانيب يا الهام. وناوي تشتغل ايه بقى يا ايمن؟ ولا هتقعد لي في البيت لحد القرشين اللي معاك ما يخلصوا؟ انت ما بتفهميش عربي؟ بقول لك طلعت بهدومي بالعافيه، يعني كل رصيدي في البنك خدته مع الشقه والمحل، وطلعت مديون بربع مليون جنيه كمان. وهنعيش منين يا ايمن؟ الحمد لله اني شايل 200 الف جنيه في دفتر محمد، هسحبهم واعمل بيهم اي مشروع. نعم يا اخويا، دي فلوس ابني وتامين مستقبله، وهصرف من فوائدها على تعليمه ده اذا كفت كمان. واحنا فين والمدارس فين يا الهام؟ كلها سنتين ويدخل كيجي والهم يبتدي، يعني مش هسمح لك تاخد مصاريف ابني وتضيعهم على مشروع خايب من بتوعك. يعني اعمل ايه؟ عايز انا اعمل ايه؟ اشحت ولا اروح اشتغل عامل بالاجره؟ لا تطلقني. فريده يا بنتي لازم تصبري على جوزك، ده راجل ارزقي، يعني رزقه يوم بيوم. ده مجوعني يابا. خد يا بنتي، الست الأصيلة لازم تصبر مع جوزها في الحلوة والمرة، خلي المبلغ ده معاكي لغاية ربنا ما يفرجها. وانت هتصرف عليها هي وعيالها وجوزها منين يا حسرة؟ اسكت يا زكية، بنتك عندها عيلين، هتروح بيهم فين؟ انت تجيب جوزها هنا وتديله كلمتين في عظمه. اسكت يا زكية، اسكتي، ما تخلينيش اطق من جنابي. مش انت اللي كنت متصربعه وهتموتي عشان تجوزيها؟ اهي اتجوزت يا اختي، ومن يوم ما اتجوزت واحنا شايلين همها. انا عارفه، انا عارفه ان مفيش حد طايقني. اوه، وبعدين بقى في الكلام اللي مش هيجيب همه ده. يا بنت افهمي، انت دلوقتي متجوزه وعندك بيت وعيال، هم اولى بيكي، ومفيش حل غير انك تصبري على جوزك لغايه ربنا ما يصلح حاله. والعيال هتصبر على الجوع يابا؟ ده ابوهم جبله وما بيحسش. استغفر الله العظيم. خلاص هاتي ولادك وتعالوا اقعدوا هنا، اهو بيت ابوكي، واي لقمه فيه هتكفينا. ما اخويا ايمن برضو يابا لازم يحط في عينه حصوه ملح ويعمل لي مصروف شهري ليا انا وولادي. مش عايز اسمع سيرة الحيوان ده هنا ببيتي. لا بقى، انا هكلم ابن ايمن واقول له يشغله عنده في المحل. انتوا حرين، لكن ما يخطيش عتبة البيت ده طول ما انا عايش. يا بنت افتح الباب، يمكن المخفي جوزك. حسك عينك، دي خطي عتبة الباب،
يا بصلوا عليا شوية بقى، ده أنا مطرود من الدنيا كلها. ولا إياك تدخل. اتلم يا حمزة اتلم، لما أشوف الواد ماله. قسما عظما لو دخل البيت لا تسيبه أنا، أنا لا يمكن يجمعني بيت واحد مع إنسان نجل زي ده. كل ده يابا عشان اتجوز على فاطمة؟ هو حر في نفسه. ده جوز وخلف مرتين من ورا ظهرنا وما حرمش، رغم المرار اللي شفناه علشان نداري على عملته السودة. مرار ايه بس يا حمزة؟ ده كان جايلنا بخيره وعزه. كفاية انه تسبب في سجن طوخي الغلبان وقصر رقبتي قدام الناس كلها، والمصيبة انه بيعمل نفس العملة بنفس الطريقة وعايزين ادخله بيتي. لا يمكن. يابا اسمعني بقى اسمعني، الهبت غدتني وطالبة الطلاق، فاطمة حجزت عليا وخلت كل اللي حلتي. احسن تستاهل، وانا كمان بقولك مش هتخش بيتي. ماشي انا همشي، مش عايز اي حد فيكم، بس اوعوا تنسوا يوم ما كان معايا فلوس وبلعب بالفلوس لعب، بس اخترتش اي حاجة في اي حد فيكم. سلام. ايمن واد يا ايمن، يا واد استنى يا واد، ده كنت انتهى اخوك. بص يا ما بقاش حبته حاجة، لا هينفع يديني مرتب شهري ولا هينفع يشغل جوزي في المحل، وقعده في البيت هيجي على دماغنا وعيالي وجوزي. انت كمان عايزاني اقفل بيتي في وش ابني وافتحه لجوزك الجبلة العاطل؟ طب والله لو انت محصل اخوك. يلا غور انت كمان. يا سلام، حقيقي الجواز نعمة كبيرة من ربنا. بس لما يبقى جواز بالمعنى الحقيقي، يعني اتنين يبقوا واحد. طب هو ده المقصود بالجواز، اتنين يقابلوا بعض يبقوا كيان واحد ويكملوا بعض زي انا وانت يا حبيبتي. ويا سلام يا سلام لو بقينا تلاتة. شامل انت بتخوفني بكلامك ده، انا عايزه كل حاجه تيجي طبيعي، المهم انا وانت، واذا جه مولود يبقى اهلا وسهلا. اخ عليك يا اخ. صدقيني يا حبيبتي انا كنت باخد الشهادات دي كلها بسبب الفراغ اللي كنت عايش فيه، كنت بهرب من عبير بالدراسه وادور على الامل في الشهادات، لان املي كان بيضعف في ان يكون ليا ابن في يوم من الايام. مع اني سمعت ان عبير الله يرحمها كانت حامل اكتر من مره. والله سيام ما خبيش عليكي، انا والدكاتره كنا عارفين كويس قوي ان حملها ما بيكتملش لاسباب طبيه معقده جدا، وان للاسف كل محاوله نسبه فشلها اكتر من نسبه نجاحها. وليه ما اتجوزتش عليها بدل ما تتعبها كده؟ ايه ده يا سيام، ولاد الاصول ما يعملوش كده. المهم ما كانش قدامي غير ان اخدع نفسي بامل وهمي، بقعد اخد في شهادات وتقديرات عشان انسى الامل اللي كان صعب يتحقق. لكن معاك انت يا حبيبتي الامل كبير وباذن الله هيتحقق. حسب كلام الدكاتره بس انا مش عايز اشوفك ملهوف على الخلفه كده. حاضر يا ستي، هنعيش حياتنا طبيعي خالص ونشوف النتيجه ونشتغل عشان نشغل نفسنا. بس خدي بالك لو حصل ان شاء الله يا رب حمل، مش هسمح لك انك تتعبي ابني وهو في بطنك. ابنك محتاج يتولد يلاقي ام قويه مش ضعيفه. يا خبر ابيض، كل ده ولسه ما بقيتيش قويه؟ طول ما انا حاسه ان انا ممكن انكسر في اي لحظه مش هحس بالامان. طب وايه اللي ممكن يكسرك دلوقتي يا صاحبه شركه الرضا وحرم الدكتور شامل؟ لا قول لي ايه اللي ممكن يقويكي. اقول لك اعمل مشروع كبير عشان اخلي اسم شركتي يخوف ناس زي حسن توفيق عشان محدش يقدر يحاربني. طب ما انا وعدتك بمشروع القريه وواثق انك هتكسبي فلوس كتير قوي من وراها، وهيرفع اسم شركتك فوق كل الشركات. يا ريت يا شامل، بس امتى؟ انت حبالك طويله كده. طب اعملي حسابك بقى بكره الصبح ان شاء الله اخدك ارض المشروع، وبالليل همضيك العقد مع مين؟ مع الكينج. كينج؟ ويطلع مين ده؟ ده مستثمر كبير قوي خطير قوي، ايده في التجاره والصناعه والمقاولات، ف
موت فيك لما تتخضي كده. بس ما تخافيش، هم عارفين كويس قوي دلوقتي انك بقيتي مراتي واني من عيله كبيره ولي اتصالاتي، وممكن اذيهم لو فكروا يعملوا اي حاجه وحشه. يا واد يا قوي، شفت بقى القوه بتدي ثقه ازاي؟ عشان كده انا عايزه ابقى قويه بنفسي. خش حبيبي خش، حط لي الكنبه دي هنا هنا اهو. بالراحه اخويا، لما شان لما العملاء بتوعي يجوا بدري شويه عن ميعادهم يستنوني لغايه ما اديهم الاذن بالدخول. المكتب الصغير ده بقى عايزه هنا عشان يقعد عليه السكرتير الخاص بتاعي. سلام عليكم يا ابو صالح. ابن حلال يا ايمن، لسه دلوقتي مكلم لك المخرج عشان اعلانات المحل بتاعك. تاخرت قوي يا صالح. معلش انا ما عنديش وقت، مشغول قله فضا يعني. انا خلاص سبت المحل والتوكيل وطلعت من مولد بلا حمص. ايه ده؟ ايه؟ طلعت فاطمة؟ لا، هي اللي طلقت نفسها، طردتني وتفشت بعد ما خدت كل اللي ورايا واللي قدامي. يعني رجعت لأصلك يا حلو، ظلمتحي. أنا مش ناقصك يا صالح، يا أخي مش ناقصك. أنا جاي لك تشوف لي حل. أنا مش عارف أروح فين. أبويا محرم عليا أدخل البيت تاني. ومراتي التانية طالبة الطلاق. إيه؟ مراتك إيه يا أخويا؟ ما هو ده سبب خلافي مع فاطمة إني اتجوزت عليها. خلاصة الكلام أنا جاي واقع في عرضك. أنا ما عنديش مكان أنام فيه ومش عارف أعمل إيه. ونفسي في برشامة من اللي بتتوه. أتصرف لك. بص، أنا ممكن أشغلك عندي. بس بصراحة أنا ما أضمنكش يا جدع. شغلني بس، شغلني وأنت تشوف. أنا خايف تقرفني وتعمل لي فيها بإيه؟ والحكاية مش ناقصة. خلاص بقى يا صالح خلاص. كفاية شماتة. طب خد تعالى أقول لك، خد. بص، شايف المكتب التعبان ده؟ ها؟ أيوه. تقعد عليه، تبقى السكرتير الخاص بتاعي. شاي، قهوة، حاجة ساعة، ماشي؟ وتقلع البدلة والجرافات دول، أنا تعبان منهم. إيه قولك بقى يا ابن الناس؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. سهام بيتش القريه هتبقى هنا؟ هتتعمل هنا على مساحه 15 فدان، هيكون فيها فندق 5 نجوم وشاليهات فاخره وحمامات سباحه وملاعب وجناين وبحيرات وشيء خرافه. جنه حساب مين المشروع ده؟ الحكومه؟ ده استثمار مشترك ولجنة عليا هي اللي كلفتني بإعداد المشروع. ويكون في علمك أنا اقترحت اسمك من قبل ما فكرت اتجوزك عشان تعرفي ثقتي فيك قد إيه. ميرسي يا حبيبي. ميرسي إيه بس يا حبيبتي؟ ده أنت أجمل هدية ربنا بعتها لي. يا سلام، أنت ما عندكيش فكرة أنا فرحان بيك قد إيه. وأنا كمان حاسة إن الحياة معاك حاجة تانية. ربنا يخليكي ليا يا نور عينيا. بقول لك إيه؟ أنا خايفة أتدبس في المشروع ده، أنا ما عنديش خبرة كفاية وأكيد في مصاريف زيادة لبعد المسافة وأنا مش هقدر أقدرها. يا روحي أنا وعدتك إنك بعد ما تخلصي المشروع ده إن شاء الله هتبقي مليونير. ويكفي إنك تعرفي إن حسن توفيق المقاول عمال يجيب وسايط يمين وشمال ومن كل مكان عشان ياخد المشروع ده، وهم بيهودوه عاملين خاطر لترشيح لك. طب وبالعند فيه بقى أنا هاخد المشروع. يا روح قلبي، المشروع ده بتاعك خلاص والحمد لله، مبروك عليكي. يا سلام، نفسي اغمض عينيا وافتحها والاقي الحلم اتقلب حقيقه والموقع ده بقى اجمل قريه سياحيه في مصر كلها. خلاص يبقى لازم تغمض لك يجي 3 سنين.
مدام سهام. في ايه يا باشمهندس؟ عايزينك عشان قصي شريط احتفال، والدكتور شامل مستنيكي بره. ربنا يهديك يا شامل وتعدي اليوم ده على خير. بصراحه بقى هو عنده حق، من ساعه ما ابتدى المشروع وهو بيدور عليك. هو بيستاهل عليا، مش كل ده عشان اشرفه واطور رقبته في التنفيذ. ان شاء الله كل شيء هيبقى تمام، بس اتفضلي بقى حضرتك يلا. بهنيكي على الروعه والجمال ده كله. لا لا لا، احنا الحقيقه يا جماعه المفروض نهني الدكتور شامل مرتين، مره لانه اتجوز سهام هانم، والمره الثانيه لانه هدانا بيها وزكاها لمشروعنا الجميل ده. في الحقيقه انا من غير شامل ولا حاجه. متواضعه قوي، عايز تحرجني. اتفضلي اتفضلي. سام عايزك دقيقة واحدة. معلش يا حبيبي، من النهاردة هقول لك شبيك لوكي. لما نشوف، على الله ما يطلعليش مشروع تاني ياخدك مني 3 سنين كمان. يا حبيبي أديك شايف النتيجة. إحنا النهاردة راسنا مرفوعة. ما بقاش فاضل في العمر كتير، ونفسي أشوف ولادي في المدرسة والجامعة وأفرح بيهم لو ربنا إداني العمر. هيحصل يا حبيبي. أول ما نخلص من الافتتاح هنطير على بيتنا، وهاخد لك أجازة من الشغل ونتفسح في كل مكان. يبقى خلاص نسافر لندن الأسبوع ده عند الدكتور ديفيد فيرهازر. ولو إني واثقة في الدكاترة بتوعنا، لكن وماله؟ نروح للدكتور فيرسنهايجر بتاعك ده. يلا بقى نقف وسط الناس، أحسن كده شكلنا هيبقى وحش. زهقت من كلامهم. معلش، تعال نقف وسط الضيوف، تعال. السلام عليكم. وعليكم يا سيدي. صالح بجوه يا استاذ ايمن؟ في ميعاد سابق؟ ايوه النهارده الساعه 4. فاضل دقيقه، اقعد استنى بقى لحد ما يطلع العميل اللي جوه. يا عزت يا حبيبي، ما ينفعش كده. انا مديك المحل ده عشان تاكل فيه عيش، مش عشان تاكلني لمراتك. انا اعمل لها ايه بس؟ والله انا مكسوف منك يا صاحبي، هي متعشمه يعني اكتر من اللازم في الصحوبيه اللي بيني وبينك. ما هو برضه اذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. روح قول لداليا مراتك تحط في عينها حصوه ملح. انا هديكوا مهله اسبوع تلموا الفلوس اللي متاخره عليكم وتدوها لي. حاضر، من عينيا الاثنين. بس البضاعه الجديده يا اخويا مش هتديها لنا؟ عشان خاطرك بس عزوز، خد الورقه دي اديها لامين المخازن، هديك البضاعه اللي ناقصاك. انا زهقت بقى يا صالح بيه. طب بالراحه علينا شويه يا الهام هانم، استنى اما اخلص كلامي. هو في ايه؟ عن اذنك اخويا، عن اذن حضرتك. سلام يا زوز. يا فندم يا محمد. بصراحه بقى انت وعدتني وخليت بيه. ايه؟ وعدتك وخليت كمان؟ الصلاة على النبي بقى كده، وعدتك بايه؟ اصلا انا لا مؤاخذه الذاكره دلوقتي ما بقتش ولا بد يعني. تاني؟ ماشي، وعدتني انك هتحجز لي مصاريف الواد من مرتبك. مرتب ابوه؟ ما يقدر على القدره اللي ربنا. يعني ايه صالح بيه؟ اللي يعني ايه؟
بقول لك ايه، ادي الجمل وادي الجمال يا ايمن. لا لا لا، انا مش عايزه اشوف وشه. امال انت عايزه ايه بس يا بنت الناس؟ عايزه اعيش انا وابني يا صالح بيه. لسه بقى تعيش انت وابنك؟ طب والراجل بقى يعيش فين؟ يعيش فين بعد ما خدت الشقه وخدت الفلوس اللي كان بحوشها لابنه وبعد معاكوا دلوقتي زي الضيف؟ بصراحه بقى انا ما عدتش طايقاه، وكنت عاوزاك يعني تقنعه ان هو يطلقني، وانا مش عاوزه منه اي حاجه. يا سيدي مش عايزه منه اي حاجه؟ طب يطلقك وينام فين؟ ينام في الشارع؟ بس يطلقني وانا هسيبه قاعد في شقه مدينه الطلبه، بس بشرط يدفع لي ايجارها زيه زي الغريب. ايوه لا برافو عليك، بعد ما يطلقك تطرديه، كان غيرك اشطر. يا عم ايمن خلصني وتعالى. تحت امرك يا صالح بيه. بص يا سيدي، الست دي عايزه تتطلق، وما دام هي كارهه او ليها مصلحه في الطلاق فانا رايي انها تضحي وتتنازل لك عن الشقه وتبريك. نعم، وانا بقى استفدت ايه بقى ان شاء الله؟ طب الشقه لو انا خدتها هشيلها لابني، لكن هو لو خد الشقه هيتجوز من تاني يوم ويدوس على الواد. لا لا لا، طمني طمني، انت كرهتيني في نسوان العالم كله. خلاص بقى يا الهام، انا مش ناقص اعرفكوا كل يوم والتاني. ما تتعبش نفسك يا صالح بيه، انا مش هطلق. طيب انا موافقه، هتنزل لك عن الشقه بس تكتبها باسم ابني. خلاص بقى يا ايمن، بلاش فضايح قدام الناس كل يوم، خلصها يا ابن الناس بالمعروف. وابني هشوفه ازاي؟ زي ما بتشوف، ما هو قاعد عند ماما وبابا. شايفين لك شوفه تانية ومستعجله ولا ايه؟ حقي ادور على اللي يساعدني ولا ايه يا صالح بيه؟ اللي هيقوله صالح بيه انا موافق عليه، ما هو الخلاص بدليل الاصل مكسب مش خساره. شاهد على قله ادبه؟ اعذريه محروم منك، ما انت قصدك تحرق دم بلد بحالها. بجد؟ طب همتك معانا بقى، خليه يبعت يجيب لنا المأذون. مبروك مبروك مبروك. اديني ايدي بقى. ايوه ادي نمرة واحد وادي نمرة اتنين. الله يا شام، ميرسي جننوا. كان نفسي نعتذر على حفلة الكينج الليلة لولا اننا ضيوف الشرف. نعتذر ازاي بس؟ دي حفلة معمولة على شرف، تتويج لمجهودنا. مستعجل قوي على شهر عسلنا الجديد. خلاص اعتبر ان الحفلة دي بداية شهر عسلنا. بس انا بشترط عليك اهو، عقود جديدة مفيش، شركات جديدة مفيش، مفيش غيري انا وبس. مفيش غيرك يا روحي، انا خلاص حققت كل اللي بتمناه. شركتي بقى فيها مجلس ادارة كامل ممكن ينوب عني في كل حاجة. وانا استحملتك كتير، ومن حقي بقى تستحمليني شوية وتتفرغي ليا ولأملنا الجديد، ولادنا يا رب. وانا هعمل بس كل اللي يساعدك. انت حبيبتي روح قلبي يا سام. طب ممكن تجهز بقى بسرعة قبل ما نروح نلاقي حد سرق الأضواء مننا؟ حد يسرق النور من القمر. والقمر بيسرق نوره والشمس الدافية، وانت شمسي اللي مدفية حياتي يا شامل. الله الله، وبعدين معاكي، ما تيجي ننسى الحفل الليلة. وبعدين ما انا قلت لك اني فضيت لك خلاص. أمري لله. يعني يا ابني مش ناوي ترجع في كلامك؟ ده أبغض الحلال عند الله الطلاق. أرجوك بقى يا عم الشيخ خلصني. يا بنت استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وفكري شوية. بقالي 3 سنين بفكر، إيه هقضي أحلى سنين عمري في التفكير؟ خلصنا بقى. خلاص يا عم الشيخ مفيش فايدة. الأمر لله من قبل ومن بعد، ارمي عليها يمين الطلاق. الهام يا بنت عبد العليم، انت طالق. اعوذ بالله. امضي هنا. حاضر. ربنا يعوض عليك. وانت امضي هنا، انك برياه من كل شيء. ايش ياخد الرحم البلاط؟ اتفضل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. خد يا عم أيمن عقد الشقة أهو كده، أنا عملت اللي عليا. ربنا يقدرك على فعل الخير. ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. امسك يا أيمن، خلي دول معاك عشان تحاسب المأذون، بتوكل أنت على الله. طيب ما تنساش تروح حفلة الكينج اللي عزمك عليها غريب بيه. اه صحيح فكرتني، طب ما تيجي معايا يا اخي، منك تفرفش شوية والمرة تسوقلي، انا تعبان. لا مش هقدر، نفسيتي تعبانة شوية عن اسمه. والله حاجة تقطع القلب يا اخي. صالح بيه، انا بعرف اسوق. لا بقولك ايه، اطلع من نفوخي، انا حققت لك مرادك وانت حرة في نفسك بقى بعد كده. وانا كمان اعصابي تعبانه قوي وعاوزه افرفش شويه. ولا انت ما بتاخدش معاك غير رجاله يا بلاش؟ ولا يمكن يعني شكلي ما يشرفش؟ فوتني بقى على البيت 5 دقايق اغير هدوم.